من عاصمة مملوك البحري اللي هو بيسبق البرجي. وزميلتك كانت بتسألنا ازاي اميز بين البحري والبرجي. هتلاقي في النموذج المملوكي البحري هتلاقي الجامعة تمام كان اقل تطورا من مملوك البرجي. البرجي كان متطور اكتر من كده. البرجي زي ايه؟ زي الجامعة اللي احنا كنا هنخشه بس كان مقفول اللي هو اشهر برسباي اللي هو عند العطارين. طيب لما اجي اخش الجامعة زي ما شايفين كده هو دخلت مدخل منكسر او ممر منكسر قابلت البركية بعد كده عديت من البركية عديت على ممر منكسر بعد كده دخلت على الفناء. لما دخلت الفناء في النص في حاجة اسمها فوارة بس للأسف فوارة مهدودة. الفوارة او الميضة المكان اللي الناس ممكن تشرب منه مية ساعة وتتوضى منه دايما كانت تبقى موجودة في وسط الفناء المكشوف. فكرة ارتباط تشرب مية ساعة وطبعا في عز الحرارة تضيف مية ساعة هتبقى انت مبسوط. لو انا في الساعة كان بيعمل تسخين من خلال هنشوفها دي ان شاء الله. نقفل السخانات سخانات بس هو كان بيعمل زي محرقة كان بيحرق الورق وكان بيمر الانابيب على الورق عشان خاطر يسخن المية ديت. هنشوفها في فكرة الحمام بإذن الله. الفناء ده فيه ايه؟ هلاقي فيه ايوانين تمام؟ فخد بالك بقى هتلاقي في المدارس دي اسمها مدرسة وفي نفس الوقت جامع اللي احنا المكان اللي احنا فيه ده. مدرسة فيها مبنية بنظام الايوانات. ممكن تلاقي مدرسة فيها ايوان واحد ممكن فيها ايوانين ممكن فيها اربع ايوانات زي سلطان حسن وزي اشهر برسباي اللي احنا مدخلناهوش. ده فيه ايوانين عشان بتدرس فيه تمام؟ فكرين او مدرستين او مذهبين فقهيين اللي هم ايه بقى؟ اللي هو الحنفي وايه كمان؟ والشافعي تمام كده؟ هيبقى كمان اثنين اللي هم ايه؟ الحنبلي والمالكي. دول الاربع مذاهب اللي كان بيدرسوا في مدرسه وده اسمه نموذج مدرسه. فلما تلاقي فيه ايوانين ده معناه ان اللي كان بيدرس فيه مذهبين اللي هو المذهب الحنفي والمذهب الشافعي. الكبير ده كان بيدرس فيه الحنفي ولحد دلوقتي احنا ماشيين على مذهب ابو حنيفه. الاصغر منه او المقابل ليه الناحيه الثانيه ده كان بيدرس فيه مذهب الشافعي. لو في اثنين صغيرين اللي احنا كنا بنسميهم ايوان صغير تمام كده اللي هي سيدله ده كان بيدرس فيها المالكي تمام والحنبلي. اوكي كده يا شباب يبقى احنا عندنا اربع مذاهب حنفي ده اوسع واحد شافعي اللي هو قدامه والاثنين الصغيرين اللي هم هنا مش موجودين اللي هو عباره عن مالكي وحنبلي. اللي كان بيسالنا على الخنقوات اهو في مجموعه غرف بتطل بشكل مباشر على الفناء المكشوف شايفينها؟ حتى كمان فوق الباب عامل زي تنده او زي شيد عشان ياكد ان هنا في عندي حاجه مهمه. دي اسمها خنقوات. خنقوات معناها ايه؟ او الخنقاء معناه ايه؟ معناه غرف جنب بعضها بيطل على الفناء المكشوف والبعض الاخر بيطل على الممر خلفي تمام كده. هو الغرض من تصميمها ان هو ده بيستضيف الناس الجايين يعتكفوا في الجامع. اذا في العصر الحديث خصوصا في رمضان هتلاقي فكره الاعتكاف دي منتشره والناس بتعتكف في الجامع ساعات بيجي معاها خيمه عشان تنفصل على الناس اللي بتصلي جوه. زمان بقى شوف ازاي كان بيحترم البني ادم كان بيعمل له غرف منفصله تمام او متصله بالفناء المكشوف عشان يستضيفه فيه ياكل ويشرب وينام ببلاش على حساب تمام السلطان او الامير اللي هو القائم على شؤون الدوله. يبقى ده فكره عشان يحبب الناس في العباده تمام كده. هو انا اتخيل لما في طفل صغير يكون معاك وتديله بونبوني في الجامع هيحب الجامع قوي وهيبقى دايما عاوز يزوره ويبقى يصلي فيه. تخيل بقى هنا مش بس بونبوني ده انت تاكل وتشرب وتقعد تمام ببلاش. بس خد بالك بقى عشان الفكره بتاع الخنقوات ده هيتنقل بقى في العصر العثماني وبدل ما تبقى اسمها خنقاء او خنقوات تبقى اسمها تكيات اللي هي مفردة تكيه. تكيه هي نفس المفهوم بس الناس قاعدين على طول. هنا الناس كان بيقعدوا في وقت معين بعد كده يمشوا مثلا 10 اواخر من رمضان يوم يومين يعني. هنا استضافه مؤقته مش استضافه دايما. هنلاقي في التكيه كانت استضافه بقى دايما كان قاعد كده ايه على طول. يبقى دي فكره الخنقوات الغرف اللي بتساعدني ان انا اعتكف واركز في العباده اللي ظهرت معانا في العصر الايوبي تمام واتطورت في العصر المملوكي سواء المملوك البحري اللي احنا فيه ده اهو او المملوك البرجي اللي هو سيف الاشهر برسباي وقايتباي وغيره. يبقى ده كده دخلنا على جزء تاني من مجموعه الوون تمام كده. شفنا من شويه القبه الضريحيه ودلوقتي بنشوف المدرسه اللي هي انا ممكن استعملها جامع. هصلي فين؟ هصلي اهو. عدد الناس لو زاد هيطلع يصلي هنا اهوت. عدد الناس لو زاد اكتر هيبدا يصلي في الايوان الموجود الاخير ده تمام كده يا شباب. يبقى ده نموذج من العصر المملوكي البحري مجموعه الوون. هنخش بقى نتفرج على المحراب والمنبر. Thank you.
زي ما قلنا ان المحراب ليه ثلاث وظائف. حد فاكرهم ثلاث وظائف في المحراب؟ ثلاث وظائف المحراب ايه؟ اول حاجه عشان يجمع الصوت ويعكسه للناس اللي بتصلي وراه، فاعتبر ميكروفون بيقوي الصوت تمام، على اساس ان الناس اللي بتصلي ورا الامام يسمعوا صوته في الصلوات الجهريه اللي هي في صلوات الفجر والمغرب والعشاء، صح كده؟ ده رقم واحد. رقم اثنين عشان تحتوي الامام فاكثر اكبر صفوف ممكنه مصليين. رقم ثلاثة تعتبر هي بتوجه لي للابنه، تعتبر بوصله جوه الجامع على اساس ان انا بوجه وجهي ليها، فانا كده بعرف اتجاه الابنه من غير ما بسال على الناس شايفين اتجاه الابنه. طيب زي ما قلنا هنا في ثلاث وظائف برضو، ده عنصر تاني بيجي في الامتحان. اسمه ايه بقى؟ حد يعرف اسمه ايه؟ ده المنبر، صح كده؟ طب ايه الهدف من وجود المنبر؟ ايه الهدف من وجود المنبر؟ صح. هتلاقي دايما في صلاة الجمعة زي النهاردة وفي الأعياد لازم الإمام يطلع يخطب في الناس، يوعظ الناس، تمام كده اهوت. فالمنبر ده اتعمل علشان الإمام بتاع الجامع أو الشيخ القائم على الجامع هيطلع المنبر ويخطب في الناس. طب ليه معمول عالي كده؟ الفكرة ديت موجودة تمام كده من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، تمام؟ لما الرسول بدأ يكبر وبدأ إن هو يتعب تمام نتيجة المرض، فالصحابة بدأوا يستأذنوه، قالوا له يعني يا رسول الله يعني لو ينفع نستأذن ونعمل زي مكان تقدر تقعد فيه تمام، اللي هم استنى المنبر، فقال لهم ماشي مفيش مشكلة. طبعا يعني إيه على أساس كمان الرسول صلى الله عليه وسلم هيستعمله واللي جاي من بعده هيستعمله عشان دوت فيه صالح للناس، تمام كده؟ فبداية الفكرة إن هم عملوا المنبر عشان يحتوي الرسول، عشان الرسول ما يتعبش يقعد عليه تمام والناس تبقى شايفاه، فدي الفكرة الابتدائية. لذلك هتلاقي المنبر بتاع زمان كان عباره عن درجتين، والدرجه الثالثه كان عباره عن مكان زي كرسي كان بيوضع عليها الامام، ده في ايام الرسول. يبقى الرسول المنبر وقته كان عباره عن ايه؟ لما جم استاذنوا الصحابه عباره عن حاجه صغيره كده اهوت، عباره عن درجتين وهقعد في الثالثه او اقعد على الكرسي الموجود في الايه؟ في الثالثه. بعد كده الرسول توفاه الله، مين اللي مسك الخلافه من بعده؟ سيدنا ابو بكر، تمام؟ سيدنا ابو بكر استخف، انا مش هطلع درجتين واقعد على الكرسي موجود فوق، انا مش زي الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام؟ يعني انا استحي ابقى اطلع في نفس المكان اللي هو عليه، انا هطلع درجه واحده بس، تمام كده اهوت، هطلع درجه واقعد على الثانيه. اوكي؟ شوف قد ايه مدى الاحترام. بعد كده قعد سنتين سيدنا ابو بكر توفاه الله بعدها. بعد كده مين مسك الخلافه اللي بعده؟ سيدنا عمر. سيدنا عمر ما شاء الله المشهور عليه عنه ان هو كان طويل، تمام كده، وكان مرئي في وسط الناس. سيدنا عمر هو كمان استحى، قال انا مش هستعمل المنبر تمام وهطلع. قال يعني سيدنا ابو بكر طلع درجه، انا مش هطلع خالص، انا يعني ايه، انا مش زي سيدنا ابو بكر وانا مش زي الرسول، فانا طويل ومرئي في وسط الناس وصوتي جامد، فانا هقف وهقعد بس على الدرجه الاولى، مجرد بس هقعد لكن مش هستعمله، مش هقف عليه، تمام كده اهوت. طبعا العصور اللي بعد كده اهوت الناس عانت، طب هنعمل ايه؟ هنروح فين بعد كده؟ تمام؟ انا هنزل تحت الارض، ما هو كل حد بيبدا ان هو ينزل درجه عشان احتراما للي قبله. وقتها بقى قفلوا المنبر، قالوا لا استنوا بقى شويه، تمام؟ وبعد كده هو تفكروا نعمله منبر مرتفع كده بعيد بقى على الدرجتين عشان يطلع بره حكايه الدرجتين، وبعد كده اقل ابقى درجه، وبعد كده اقل اقعد بقى على الدرجه الاولى اللي احنا قلنا عنها شويه ده هي. فعملوا منبر شاهق بالاتساع بالشكل اهو لكذا هدف. اول هدف عشان خاطر يطلع بره المنبر ابو درجتين بس، يبقى يعني مختلف شويتين عن المنبر اتعمل ايام الرسول فما تشبهش بيه. رقم اثنين عدد المسلمين زاد قوي، فبالتالي الجامع بيحتوي على عدد كبير من المصلين، فبالنسبه لنا الامام يطلع فوق يا مريم اكتر، فهو ده بالنسبه لي لاند مارك علامه بصريه مميزه عشان الامام يتشاف من بعيد وكمان صوته يوصل على بعيد، تمام كده؟ يبقى ده هدف تاني احنا بنعمله. الهدف طبعا الثالث عشان خاطر الامام لما يجي يطلع فوق بيستريح، لما يتعب دايما هتلاقي في استراحه بين الخطبتين، بيقعد يستريح شويه يشم نفسه، تمام كده اهوت، ممكن يشرب ميه وبعد كده يقوم يكمل الخطبه بتاعته، خصوصا لو هو شيخ كبير في السن يعني. يبقى دي وظيفه المنبر اللي توارثت عبر الاجيال وما زالت موجوده حتى الان. هتلاقي في العصر الحديث المنبر اتغير شويه، بدل ما هو كان منبر ثابت خشبي هتشوفه في كتير من الجوامع الحديثه ان هو منبر بيلف حوالين المحراب، حد شافه؟ تخش من الباب من هنا وتلف حواليه نص دايره وبعد كده تطلع تبقى جوه، يعني يعتبر منبر بلت ان بلف حوالين المحراب ما يتشالش. طبعا كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى خلاها بايجابيات وسلبيات، ده فيه ايجابيات كتير بس فيه سلبيه. ايه السلبيه اللي موجوده فيه؟ 12 سلمه، لا ده فكره 12 سلمه دوت على الامام، انا بتكلم على بالنسبه لجمهور المصلين في عندهم مشكله، المشكله عندهم هي ايه؟ ان ده قطع صفوف،
تمام؟ يعني المنبر بالوضع دوت قطع صفوف صف المصلين، فأصبح في ناس بتصلي شرق المنبر وغرب المنبر، تمام كده؟ فدي مشكلة في حد ذاتها. عشان كده هتلاقي ان في كتير من الجوامع بعد كده عمل معالجة وعمل منبر على عجل. على عجل ليه بقى؟ عشان بعد الإمام ما يخلص يبدأ هم يحركوه بالعجل يحطوه في أوضة مخصوصة ليه. وده هنشوف في الرفاعي اللي هو قدام السلطان حسن، تمام كده؟ هوت الفكر بقى المبتكر اكتر، قاعد ما نشرع ولا عجله ولا حاجه، احنا نعمله بلت ان نلف ورا المحراب بحيث ان هو مش هيتشال ومش هيتشاف. بدا فكره المنبر، تمام؟ واحنا زي ما بقول كده كل حاجه ليها ايجابيات وسلبيات، ومن سلبياته هي فكره بس انا قطعت صفوف ايه المصلين، تمام كده؟ بس انا قلت اتغلب عليها المعماري من خلال فكره العجل اللي هو بحرك بيه المنبر، ودلوقتي اتغلب عليها اكتر من خلال فكره البلت ان اللي بلف ايه ورا المحراب نص دايره عشان اطلع من ده دوت للجزء العلوي ده. عادك بقى تبص بعينيك على الارتفاعات، تبص بعينيك على الأعمدة، تبص بعينيك على المحتوى، تمام؟ الموجود عندنا في مجموعة ألوان. لو عندك أي سؤال اسأل.